السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم فيديو جديد غادي نتعلمو فيه كيفاش ندومونديو نطلبو موديل جي من الانترنت، موديل جي ولا سجل تجاري ولا الاخ سي ولا نموذج 7. غادي ندخلو للموقع اللي هو service.jc.gov.ma. اول حاجة غادي تطلع لنا هي يعطيونا طلب جديد ثم رمز التحقق. عندنا هنا الرئيسية، دليل المستعمل، فضاء المهنيين، اتصل بنا إذا كان عندكم شي تساؤل ولا شي حاجة تقدروا تصلوا بهم هنا. الرمز التحقق خاصنا نعمروها في الخانة هذه، سي منسكيل جي الشيفخ أ أ إس تلاتة. عندنا هنايا الرجوع وعندنا الخطوة التالية، غادي نكليكيو على الخطوة التالية. نوع الطلب، نموذج 7. سجل تجاري نموذج 7 كيف ما قلنا، نقدروا نقولوا ليه الاخ سي سجل تجاري موديل جي، عنده تقريبا 4 الاسماء، المحكمة محكمة تجارية. منطقة نقدر البيضاء على حسب المدينة اللي فيها هاد الشركة ولا اللي مسجلة فيها هاد الشركة. تالي معطيات الوثيقة، هنايا عندنا إما شخص ذاتي ولا شخص معنوي. بالنسبة للشخص الذاتي وشخص معنوي، هنا إلى عندنا شركة نختار شخص معنوي ونعطيوه يا إما النيميرو إر سي ولا لي سي أو ولا اسم الشركة، ممكن نعطيوه حاجة من هادو باش كيقلب لينا في لاباز دو دوني ديالهم على الشركة واش فعلا عندها إر سي أو عندها موديل جي. ثم كنضغطو على زر البحث وكتطلع لينا اسم الشركة والكابيتال ديال المعطيات ديال الشركة. كنتأكدو كنديرو حفظ، عندنا واحد الخانة ديال الحفظ، كنكليكيو عليها كنتأكدو من المعطيات قبل ما ندوزو المرحلة الموالية. هنا كنختارو وزارة العدل، بالتالي
هنا كي خصنا نعمرو هاد الخانات هادو بالمعطيات ديال الشركه اللي بغينا الاخص ديالها. كنحدو ليه كنقول ليه راها شركه وكنعطيو الاسم ديالها العنوان النيميرو ديال الاخص واي حاجه كتخص هاد الشركه. المهم كنعمرو كاع الخانات كنعطيو لادريس ايميل باش كيوصلنا واحد الاشعار بلي راه عندنا طلب ديال الموديل جي حيت كيقدروا يصيفطوا لك الكود ديال الطلب كيصيفطوه لك في هذيك لادريس ايميل. من بعد كتقدر تتبع واش خدموا الوثيقه ولا مازال ولا اونكو في طور الانجاز. كتبقى متبع السويبي ديالها. تقدر تخلي حتى نيميرو التليفون ديالك هادي محكمة التسليم على حساب المحكمة اللي تابعين لها. خصنا ضروري نتاكدوا من المعطيات اللي كنسيزيو ليهم باش ما تكون شي حاجه ناقصه. من بعد كنمشيو للتالي كنضغطوا على زر التالي. من بعد ما تاكدنا من المعلومات اللي خصنا نحطوها ليهم هنا كيعطيوك هذوك المعطيات كامله اللي انت حطيتيهم. كتقدر فيهم كتاكد تراجع كاع المعلومات نوع الطلب سجل تجاري نموذج 7 وكتاكد العمليه كتسجلها من بعد ما كتاكد كتمشي لاضافه الطلب رجوع الى كان عندك شي مشكل في الوثيقه السابقه تقدر ترجع وتموديفي شي حاجه ولا تعدل شي حاجه. صافي المعلومات هي هذيك. من بعد ما تاكدنا كنديروا لاضافه الطلب. هنا هاد الخانه ديال الاداء كيعطيك الرابط اللي كيديك للاداء. تقدر هنا تراجع الاسم ديال الشركه وتراجع النيميرو ديال الموديل شي النيميرو ديال الارسي. ومن بعد كتقدر تدوس للفتره المواليه اللي هي المرحله المواليه اللي هي مرحله ديال الخلاص. بهاد المرحله كتقدر تكونوا انتهيتوا المرحله الاولى اللي هي ملء الاستماره واضافه الطلب. المرحله الثانيه هي ديال الاداء القيمه ديال 20 درهم. كتقدر تحط الطلب ديالك من بعد ما كتخلصوا هذا كيوصلك الجواب من بعد واحد 3 سوايع 4 سوايع يعني دوم سيرفيس رابيد ما كاينش مشاكل. هنا دوموند اوريجستري هنا 20 درهم هو التكلفه ديال هذه العمليه. هذا السيرفيس هذا اللي كيديوه لك 20 درهم ديال التامبر ولا ديال السيرفيس. عندك هنايا تتبع الطلب بي كتقدر تتبع الطلب ديالك الا كنتي مثلا ما خلصتيش تقدر تمشي من هذا الرابط هذا كتأدي عن طريق
دي هي الاستمارة ديال الأداء لاكارت فيزا ولا الزميل. كتعطيه لي دوني ديال لاكارت وكتأكد من لي دوني صافي، وكتعطي تأكيد الدفع، كتسيزي النمرة ديال لاكارت لا فاليديتي ديالها ورمز التحقق، وهنا كتكوشي كتوافق صافي تأكيد الطلب. نتمنى تكونوا فهمتوا الطريقة، راه ساهلة ماشي حاجة صعيبة. نتمنى تكونوا فهمتوا، واللي عنده شي تساؤل يخليه في الصفحة. وما تنسوش الضغط على زر جيم وابوني، وشكرا.